أرجو ثم أرجو ثم أرجو أن يكون اهتمام الأهل بالأولاد الصغار بالترغيب والتحبيب دون التأنيب ودون التخويف ودون الضرب ودون التهديد. يا سلام. الله يبارك فيكم يا أخواننا. هذا أمر. الأمر الثاني، معروف أن كثير من الأهل مع الأسف إن عجزوا عن فعل شيء هم حاولوا أن يفعلوه في أولادهم. يا أخي أنت شيء وابنك شيء، أنت يا أم شيء وبنتك شيء، رغبوا حببوا، فإن أفلحتم بيكون الفضل من الله، وإن 50% كمان الفضل من الله، ما أفلحتم أديتم ما عليكم. يعني ليس من الضروري أن يحفظ ابني أو بنتي القرآن بالقوة وبالضرب وبالعبوس وبالتهديد وبدي أحرمك، لا 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 لا، لا نجعل القرآن في أذهان أولادنا مقرونا بالحرمان. يا سلام. بل مقرون بالعطية. هذا صحيح. بالهدية. إذا حفظت كذا بدي أخذك كذا، بدي أشتري لك كذا، من الأشياء التي هو يحبها لا من الأشياء التي أنا أحبها. يعني هو ماذا يحب؟ نقول له حاضر تريد كذا أبشر، ولكن احفظ كذا سأشتري لك كذا. دائما القرآن يكون مقرونا بأذهان الطفل بالتحبيب.